أنت الآن تحاول أن، نعم أنت الآن تحاول أن يعني تستعمل أسلوب الشعبوية. هناك حقائق، هناك وقائع. يا أخي يا أستاذ نجم، اسأل الخبراء، اسأل القيادات العسكرية الأمنية. عندما صدرت الفتوى عشرات الآلاف ذهبوا إلى المعسكرات، الجيش لم يستوعبهم، رفض الجيش في ذلك الوقت، ليست لا لديه إمكانيات ولا سلاح ولا كوادر تدريبية. فدخل الحرس الثوري، ساعد على تدريب الشباب، وحزب الله اللبناني دخل على الخط وأتى بقيادات عسكرية أهلت الشباب العراقي لأن يحمل السلاح. هذه أنت تريد تنكرها؟ يعني هذه حقيقة. الجيش العراقي يعني للأسف الشديد نصف في الشمال كله هرب وترك المعسكرات، الشرطة تركت المراكز، والقوات المسلحة يعني تفتتت، ولاحظنا محافظ الموصل كيف ترك الأهالي والقوات المسلحة في ذلك الوقت وذهب إلى أبيلكم وإلى تركيا. السيد أثيل النجيفي، فلذا أنا أعتقد، لكن أنا أريد أشير إلى نقطة أستاذ نجم. نعم، أكمل هاي النقطة أستاذ أمير. أنا أريد أشير إلى نقطة. شوف يا أخي، نعم لا أحد ينكر القوة العراقية، لكن بالنتيجة الظروف كانت لا تسمح بأن يتصرف لوحده، كان يحتاج إلى أشقائه وأصدقائه، وخاصة الإخوة العرب، الدول العربية المجاورة تركوه لوحده، كما تركوه بعد السقوط. هم أسقطوا صدام ودمروا العراق ودمروا وفككوا المؤسسات العسكرية والسياسية والأمنية في العراق، لكن لم يساعدوا على بناء الدولة في العراق. تمام. الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت إلى جانب التجربة السياسية الجديدة ودعمت التوجه. لذا أنا أعتقد أن السيد الكاظمي الآن بتحركاته هذه، طبعا القيادات السابقة، رؤساء الوزراء السابقين سعوا في ذلك لكن لم ينجحوا. السيد الكاظمي الآن يحاول إرجاع هذه الدول العربية إلى حاضنتها العربية. اليوم العراق هو الذي يحاول إرجاع هذه الدول إلى حاضنتهم العربية، لأنهم خرجوا إلى المحور الصهيوني-أمريكي. اليوم السيد الكاظمي يحاول باعتباره رجل دولة ويمثل أغلبية سياسية قوية وتدعمه القوى الأمنية والقوى السياسية وكذلك المرجعية، بالنتيجة أنه رئيس وزراء قوي وعتيد من قبل جميع القوى في العراق. بإمكانه أن يرجع السعودية والإمارات، بالإمكان أن يرجع العربية السعودية والإمارات والدول الأخرى إلى الحاضنة العربية، وأن يبعدهم عن المحور الصهيوني-أمريكي. تمام أبو جعفر.